وقال البراء بن عازب البراء بن عازب قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء والتين والزيتون The Prophet recited والتين والزيتون in عشاء فلم أسمع صوتا أحسن منه Never heard a voice better than this رواه الشيخان بخاري Muslim وقال جبير بن مطعم كان صلى الله عليه وسلم حسن النغمة okay. His, when he recited it was beautiful وكان في صوته Uh, الصحل كما تقول أم معبد والصحل بفتح الصاد والحاء uh, كالبحة وبأن يكون حاد الصوت وكان في صوته قوة بحيث يبلغ ما لا يبلغه صوت غيره There was a depth to ووصفه البراء ووصفه البراء براء ابن عازب him فقال خطبنا حتى اسمع العواتق في خدورهن the Prophet صلى الله عليه وسلم gave a speech one time gave a khutbah and people heard him from far away so his voice would travel as so a miracle for the Prophet وقالت ام هاني ام هاني said كنا نسمع قراءه النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل عند الكعبه وانا على عريشي She said that I would be sleeping, laying down, and I would hear the recitation of the Prophet ﷺ from uh, while he's reciting at the Kaaba. Okay. So that ends this chapter of this excellent book.